قال أبو العتاهية: الحرص داء قد أضر بمن ترى إلا قليلا، كم من عزيز قد رأيت الحرص صيره ذليلا، فتجنب الشهوات واحذر أن تكون لها قتيلا، فلرب شهوة ساعة قد أورثت حزنا طويلا، من لم يكن كن لك منصفا في الود فابغ به بديلا، وتوق جهدك أن تكون لكل ذي سخف دخيلا، وعليك نفسك فرعها واكسب لها فعلا جميلا، ولقلما تلقى اللئيم عليك إلا مستطيلا، والمرء إن عرف الجميل وجدته يبغي الجميل، كشفت أخلاق الرجال وذقتهم جيلا فجيلا، اضرب بطرفك حيث شئت فلا ترى إلا بخيلا، يا موطن الدار التي هو مسرع عنها الرحيل، إن لم تنل خيرا أخاك فكن عليه له دليلا، وإذا أنلت أخا فلا تستكثرن له الجزيلا، وإذا أنلت أخا فلا تستكثرن له الجزيلا.